أبنائنا الطلاب والطالبات، العملية التعليمية مستمرة وجاء وقت المراجعة لكافة دروس الفصل الدراسي الثاني، واللي خصصنا لكم لاستذكار كافة المقررات الدراسية، يعني ما راح يفوتك شيء وكأنك حاضر مع معلمك في فصلك. مستمرين معكم في مواصلة العملية التعليمية، وحابين نقولكم أن المراجعات بتكون على الهواء مباشرة في نفس الوقت اللي كان محدد لبث الدروس اليومية من الساعة 8 الصباح إلى 12 الظهر، وتعاد على مدار اليوم في قنوات عين دروس على شاشة التلفزيون أو موقع اليوتيوب. وش تنتظر؟ جهز كتبك وأقلامك، واصل معنا العملية التعليمية وانت في بيتك.